بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم الدراسات الاجتماعية، الصف السادس، العام الدراسي 2019-2020. أعزائنا الطلاب، دعنا نبدأ بدرسنا عن الوحدة الخامسة، المظاهر الحضارية للخلافة الأموية. الدرس الأول، الجزء الرابع منه، عن الحياة السياسية في الخلافة الأموية. عزيزي الطالب، أهداف درسنا لهذا اليوم: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يعرف أهمية الجيش، ثانياً أن يوضح اهتمام الأمويون بالأسطول البحري. الجيش في الخلافة الأموية، بلغ الجيش الإسلامي في عصر الدولة الأموية درجة متقدمة من القوة والتنظيم. أما في الأندلس فقد نشأ الجيش الأموي مع الأمير عبد الرحمن الداخل، وتشكل من الفرق النظامية والوحدات الإدارية التي تشكلت من العرب والبربر. والآن عزيزي الطالب، نجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، من هو مؤسس الجيش الأموي في الأندلس؟ الجواب هو الأمير عبد الرحمن الداخل، وتشكل الجيش من الفرق النظامية والوحدات الإدارية. الأسطول البحري، اهتم الأمويون بالأسطول البحري، فبلغ عدد سفن الأسطول الإسلامي أكثر من 170 سفينة، وكان من نتائج ذلك سيطرة المسلمين على معظم جزر البحر المتوسط. عزيزي الطالب، مع التدريبات، ما هي نتائج الاهتمام بالأسطول البحري؟ ما هي نتائج الاهتمام بالأسطول البحري؟ جواب: سيطرة المسلمين على معظم جزر البحر المتوسط. والآن أجب على الأسئلة الآتية عزيزي الطالب. السؤال الأول، ما هي نتائج الاهتمام بالأسطول البحري؟ ما هي نتائج الاهتمام بالأسطول البحري؟ دعنا نتعرف على الإجابة الصحيحة: سيطرة المسلمين على معظم جزر البحر المتوسط. أحسنت، بارك الله فيك. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا، قناة الأندلس التعليمية.